السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام من قناة جيم أوفر، تعالوا مع جيم أوفر. واليوم عندنا بلدن لروي يبي يورينا كيف نوصل لبنويل بأسرع وقت ممكن، لأنه هو ما شاء الله تبارك الله هو اللي ممكن المنطقة حقت الكاتاكوم. فطريقة جدا سهلة، يمديك توصل لبنويل بدون ما تفتح ولا بوابة، بدون ما تفك أي جسر أو أي حاجة، يعني جدا بسيط. يعني اول ما تطلع من البومبون فاير يطلعوا لك دول الثلاثه جنود، تتعدى هذا الجسر البسيط، لا تخش من الباب، تعال من عند النقزه هذه وارمي نفسك كذا. توديك هنا انتبه، شوف يعني لازم طاقتك تكون فل. هنا على يمينك يوديك للجريف لورد، يمديك تلاقي المجموعه هناك. طبعا كمل عالج وكمل النقزه الثانيه اللي هي اللي تلاقي عندها علامه بلدلروي، هنا تلاقوا علامته، فكمل عالج خلاص بديك توصل للبنوي اللي هو زعيم منطقة الكاتاكوم. طريقة جدا 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 سهلة. أتمنى هذا الفيديو عجبكم يا شباب، وإذا عندكم أي استفسار أو أي حاجة قولوا لي في الكومنت، وإن شاء الله تعالى بالفيديو الجاي حوريكم كيف ترجعون من منطقة توم أوف ذا جاينت ألين الكاتاكوم أو ألين الفاير لينك شراين بدون ما أنك تستخدم البونفاير، لأنك تتنقل بين النيران. طريقة جدا سهلة، إن شاء الله حوضح لكم إياها بالفيديو الجاي. يلا يا شباب، كان معكم أخوكم بسام وبلدن لروي طبعا، ونشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.